السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم حمزه الفجاج في لا فيديو الثالثه ديال لا فورماسيون ديال الاي اس اي فاير وول. كنا هضرنا على الانترودكسيون لهاد لا فورماسيون في الفيديو الاول ديالنا. تقدروا تشوفوا اللين ديال البلاي ليست في لا ديسكريبسيون، او سي كاين لو كونت فيسبوك اونكا احتاجتوا اي انفورماسيون. بالنسبه للناس اللي جداد يقدروا تابونوا في لاشين باش لا بروشين فوا لي فيديو جداد يبانوا عندهم في يعني في لا بروميير باج دي يوتيوب ديالهم. هذه لا فيديو الثالثه غنهضروا فيها على الاي اس اي هيستوري اند مودلز. هضرنا قبل على وات از ا فاير وول، رول اوف ذا فاير وول في الفيديو اللي قبل، ودابا غنهضروا على وات از يعني نهضروا على الهيستوري ديال هاد الفاير وول والمودلز اللي خرجوا فيه. داكوغ، دونك اول حاجه غنهضروا عليها هي البيكس فايروول او السيسكو بيكس فايروول اللي هي برايفت انترنت اكستشينج. هذا الفايروول كان بان في 1994، داكور، ديزايند اند كودد باي بريتلي. هذا السيد هذا عطي الناس اللي تيكونوا زعما قارين وفاهمين اش كيدير وكتبان في وجههم. هذا السيد هذا هو اللي دار لو ديزاين والكود ديال هذا البيكس فايروول، وهو نفس السيد اللي خدم على اول ستيت فور فايروول اللي هو البيكس، وغنشرحوا شنو هو ستيت فور فايروول، وهو اللي خدم على اول لود بالانسر غير تحط ديال سيسكو اللي هو سيسكو ACE، وهو اللي حط يعني باغمي الناس اللي حط اللي حطوا الفوندامنتالز ديال النات او النيتورك ادريس ترانسليشن. داكوغ، هو هاد السيد هذا عقلوا على سميتو. دونك ديزاين والتيست ديال هاد البيكس فايروول اول مره تدار في 1994 كيف قلنا. البيتا تيستينغ ديال بيكس فايروول نمبر 0000، يعني اول فايروول بيكس غيخرج لي سيريال نمبر ديالو 60، يعني اول بيكس غيتصنع. داو ليه التيست ويعني البيتا تيست خدم كوم يلفو، وتباع اول مره في ديسمبر 21 لواحد شركه سميتها KLA Instrument اللي هي هادي. داكور، باقا خدامه حتى لدابا. حيت دخلت درت اون بيتي ريغيرش في جوجل لقيت ان هاد لا سوسيتي مازال خدامه يعني KLA Corporation. دونك قال لك هنا دي بيكس كويكلي بيكام وان اوف ذا ليدينغ انتربرايز فايروول، وخدا يعني بحال قلتو شي حاجه عندها علاقه بشي جائزه، يعني في واحد الماغازين على انه باغمي لي برودوي اللي تباعوا بزاف 1995، وهو اللي يعني بحال اش نقولوا حنا دار بوم بان بزاف، فهمتي؟ في 1995. وقال لك ان هذا البيكس فايروول خدام على واحد سيستم ديكسبلواتاسيون كيتسمى الفينس اللي هو الفاس انترنت سيرفيس اكسكلوزيف. هاد الفاس انترنت سيرفيس اكسكلوزيف هو واحد لو سيستم ديكسبلواتاسيون اللي خدام به هذا البيكس فايروول. داكوغ، ومن سنة 2014 ولا سميتو البيكس او اس، ولكن في 2014 ما كانت شي حاجة سميتها البيكس. جو بونس با كانت البيكس 2014، واش تقدروا تأكدوا من هذه المعلومة او لا نقدر نأكدها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. احنا المعلومة المهمة عندنا بزاف في هذا يعني في هذا السلايد هذه هي ان البيكس end of life end of support و end of sales، يعني ما غتلقاش كيتباع في سيسكو، ما غتلقاهمش داير لي سوبور. الا بغيتي تحل تاك كيس يعني تيكيت سوبور مع الفوندور اللي هو سيسكو، ما غاديش يبغيو حيت يقولوا لك صافي سي اور سوبور. او اند اوف لايف يعني ما بقاتش سيسكو كدير ليه لي ميزاجور والباتش واللعيبات الاخرين. داكوغ، دونك هذه المعلومه المهمه عندنا هنايا في هذا السلايد. وبطبيعه الحال كيف ما عودتكم ديما التصاور ديال بيكس فايروول عندنا هذا يعني الهوم الهوم اديشن، وهذا عندنا الانتربرايز اديشن، وكاين واحد الفيرسيون كبار منهم في الباس ثرو وفي يعني في الباور ديالها كبار ديال الانتربرايز اديشن، انتربرايز بلس اديشن شي حاجه بحال هكا. داكوغ، حنايا هذا البيكس هضرنا عليه غير كثقافه عامه، حيت هو ما كاينش وما غتلقاش كاين في شي سوسيتي جامي جامي جامي. داكوغ، من موراه جاء الاي اس اي اللي هو ادابتيف سيكيورتي ابلاينس اللي بدا في 2005. داكوغ، هو يعني اللي ولات البيكس، هو اللي جا من مورا البيكس فايروول. داكوغ،
تيقول لك هنا ان الازا سوفتوير مبازي على لينوكس، يعني سيستم ديكسبلوطاسيون باش خدام هاد الازا مبازي على لينوكس، وان الازا سوفتوير سيميلر انترفيس تو ذا سيسكو اي او اس سوفتوير اون راوترز اند سويتشز. يعني تيقول لك هنا بان الا دخلتي تخدم في لا كونفيغوراسيون ديال الازا، يعني الانترفاس دو كوموند ديالو كيشبه الانترفاس دو كوموند ديال لي روتور ولي سويتش سيسكو، فهمتي؟ انيبل كونفيك تي شو اي بي انترفيس بريف، في الازا كنكتبوا شو انترفيس اي بي بريف، يعني كتقلب، فهمتي؟ يعني نفس لي كوموند تقريبا. بالنسبه لسيري عندنا 5505 اللي هو هذا سوهو سمال هوم سمال اوفيس هوم اوفيس، وعندنا 5510 اللي هو هذا، هذه يعني الوجه ديالو وهذا الضهر ديالو. كيف ما تشوفوا هنا عندنا الموديول يمكن نزيدوه 4 بور يو اس بي ايثرنت مانجمنت اون اوف والباور، ياك. وعندنا الموديول انتربرايز اللي هو هذا كبير شويه، كنقدروا نديروا المانجمنت لهاد الاي اس اي فايروول اترافير سي ال اي يعني كوموند لاين، او لا اترافير الجوي بالاي اس دي ام. غنهضروا على هذا الاي اس دي ام ابري وغنعرفوه يعني لايش صالح وكيفاش يتانستالا وكيفاش كي اوبيري اكسيتيرا، داكور. دونك هذاك كان هو الاي اس اي فايروول اللي تقدروا تلقاوه دابا في شي في كلكو سوسيتي سيغمون مازال كاين، داكور. عندنا الاي اس اي ماينس ولا داش اكس اللي هو ادابتيف سيكيورتي ابلاينس اكس، وهاد اكس كتعني ان هاد الفايروول ويد فاير باور سيرفيسز اول ما خرج في 2012. شنو هما الفاير باور سيرفيسز؟ غنهضروا عليهم ابري. نتوما اللي تعرفوا ان فيما تشوف شي سيري ديال الازا في اكس في الاخر عرف انه فاير باور. شنو كتعني فاير باور؟ هادشي غنهضروا عليه ابري، داكور. فيه تشادوشنال اي اس اي، يعني فيه لو سيستيم ديكسبلواتاسيون ديال الاي اس اي عادي، كيف ما تخدم في هذا، يعني كيف ما تخدم في هذا الاي اس اي غتخدم في هذا، غير لا ديفيرونس اللي كاينه هو ان هذا فيه الفاير باور سيرفيسز اون ذا توب، يعني يقدر نزيدوا ليه دي سيرفيس فاير باور. غنعرفوا هاد لي سيرفيس فاير باور للصالحين ولاش خدامين وشنو كنديروا بهم ابري ان شاء الله في لا فيديو ديالهم، داكور. مي اللي بغيتك تعرف هنا ان تو سكي ازا سيري اكس راه اوريدي كي سوبورت الفاير باور، داكور. تقدر ما ديرش لا ليسونس للفاير باور، وي تقدر دير لا ليسونس، تقدر زعما دير لا ليسونس غير ديال تراديشنال اي اس اي وتخدم ازا عادي سون بروبليم بحال هذا، ولا زدتي لا ليسونس ديال الفاير باور كتولي عندك لا بوسيبيتي ديال الفاير باور. وكيف ما تشوفوا هنا هذا هو سمال اوفيس هوم اوفيس الميديوم، وهذا يعني البيج سايز ديال لي زونتربريز الكبار اكسيتيرا. هنا عندنا دي ديسك دور اس اس دي افيك لا هوت ديسپونيبيليتي ديال لي ديسك الهوت بلاغ، المهم في دي زوبسيون ان بو افونسي. هنا كيف ما تنشوفوا الفاير باور نهضروا على كلكو يعني كلكو فيتشرز ديال الفاير باور. عندنا الاي بي جيو بلوكينغ، هاد لا بوسيبيليتي كاينه في الفاير باور ماشي في الازا، في الفاير باور رد معايا البال. تقدر دير تشوسكي سكون ابل اي بي جيو لوكاليزيشن بلوكينغ، يعني تقدر تقول مثلا هاد الفاير باور هاد الفاير وول بغيتو يحبس ليا كاع الترافيك اللي جاي من لاشين بون سول سامبل كليك تقدر ديرها. بغيت نحبس يعني لو ترافيك اللي جاي من جو سي با لا فرانس جو سي با، يعني كيقدر يدير لك عنده هاد لا بوسيبيليتي. كيدير الاي ار ال فيلترينغ، فيه الاي بي اس الاي ام بي، هادشي كله غادي نهضروا عليه ان شاء الله في الوقيته ديال الفاير باور وغادي نقول لكم شنو كيعني بالضبط. بيان سور غنهضروا عليه في الاخر ديال هاد لا فورماسيون غادي نهضروا عليه بيان سور، مي غنهضروا عليه يعني اون غو ما غنتعمقوش فيه. من ان شاء الله فاش غنبداو لا فورماسيون ديال اللي غتكون بيورمون فاير باور غادي نهضروا عليه مزيان، داكور. بالنسبه لي سيري عندنا 5506 5512 5545، وكيف ما تلاحظوا هنا كلهم تيري اكس، داكور، كيعني انهم ديجا تي سوبورتيو الفاير باور، داكور. دونك لي شوا اللي عندك بالنسبه لونتربريز ديالك، يا اما تاخذ الازا و جو بونس با هذا غتلقى مازال تيتباع جديد، جي اوكين ايدي صراحه، ما بقيتش كنخدم في لا بارتي انتغراسيون دونك ما عندي حتى شي ايدي على شنو اللي باقي تيتباع وشنو اللي لا، مي جو بونس هذا غيكون باقي تيتباع والله اعلم. بالنسبه لازا ود فاير باور هذا جديد سيغمو غادي تلقاوه كاين، يعني بالنسبه للناس اللي خدامين في لافون فونت والبري سيلز انجينير هذا الفايرول راه اللي ديسپونيبل. و لو ثوازيام يعني شوا اللي عندكم بالنسبه للناس اللي خدامين في الكلاود وفي لا بارتي فيرتواليزاسيون، قدروا تيليشارجيو ازا في اللي هو ادابتيف سيكيورتي ابلاينس فيرتوال، هو واحد لا فيرسيون فيرتوال ديال ازا فايروول كتانستال في اني بيرفيزور. كيف ما تشوفوا هنايا ها هي مانستاليه في لو سي اكسي، ها هو لو فايروول ديالنا. ما تي سوبورتاش كلكو
يعني كيلكو فيتشر نوت سبورتد في الاز اوف في. بارمي هاد لي فيتشر كاين الكلاسترينغ، ما تقدرش دير الكلاستر، ما تقدرش دير الملتي كونتكست، ما تقدرش دير الاكتيف اكتيف فايل اوفر، تقدر دير غير الاكتيف ستاند باي. الايثر شانل حتى هي لا شارد اني كونكت بريميوم لايسنس، حتى هي ما تقدرش دير، ما تقدرش اكتيفي هاد الفيتشر في الاز اوف في. داكور سبورتد بلاتفورم هما VMware VSphere ECXi 5.5 وطلع الفوق 5.1 حتى هي جو بونس، مي هادو تيعطوك لي فيرسيون اوفيسيال اللي تيستا فيهم الازا فايروول الازا في بلوتو. داكور مي لي فيرسيون يعني اللي قل من 5.5 يقدر يخدم ليك، مي راه VMware ما تيستاجوش بلوتو، VMware وسيسكو ما تيستاوش، سيسكو اللي تيستي ماشي VMware باردون، سيسكو ما تيستاجوش فهاديك لا فيرسيون. داكشي حنا قالوا لك راه 5.5 و 6.0 لا تيستينا فيه الازا في خدام يعني بارفي وكلشي مزيان. داكور بالنسبه للينكس كي سوبورتي الكيمو والكي في ام كوم دي سوبرفايزور، وبالنسبه للكلاود كي سوبورتي امازون ا دبليو اس وكي سوبورتي مايكروسوفت ايجور كلاود. داكور جوجل كلاود ما عندي حتى شي فكره، قلبت في انترنت ما بان لي حتى شي واحد كيهضر عليها، ما كايناش. دونك جو بونس با كي سوبورتي جوجل كلاود، يقدر يكون في الفيتشر يعني سوبورتي جوجل كلاود يولي سوبورتي هذا الفايرول، تقدر تحطه في الكلاود ويخدم لك سون بروبليم. دونك دابا نقدر نشرح لكم ان بيتي بو على علاش غادي نحتاجو علاش غادي نحتاجو ان فايرول فيرتويل. عندك ان هايبر فيزور ياك، عندك ان سيرفر فيزيك HP باغ اكزومبل، انستالي شي ان هايبر فيزور لي هو لو سي اكس. داكور عندك هنايا واحد فوق لو سي اكس ديزون 3 سيرفر كونيكتي لواحد لو فيرتويل سويتش. تقدر تجي نتا هنا تحط واحد الفي ام وحده اخرى ديال الازا ازا في وتكونيكتيها مع هاد الفي سويتش من هاد الانترفاس، وتكونيكتيها مع الاوتسايد البول وتخرج لبرا. يعني اي واحد جاي من برا بغى يوصل لهاد لي سيرفور اللي عندك نتا هنايا ضروري غيدوز على الازا فايرول، وغير نتا غتحط هنايا لي رول ديالك والفلتراج والمسائل، حبس هذا خلي هذا اكسيتيرا. داكور دونك هذا هو لو كان نقدروا نحتاجوا فيه الازا فايرول في ان انفيرونمون فيرتوال، ولا ميم شوز في الكلاود. بالنسبه للناس اللي عندهم لي سيرفور في الكلاود يقدروا يكونوا عندهم مثلا سمحوا لي نحيد هذا الشيء اريز بالنسبه للناس اللي خدامين في دي سوسيتي اللي عندهم دي سيرفور ايبرجي في الكلاود، يقدروا مثلا تكون اون سوسيتي دو كونطابيليتي باغ اكزومبل عندها دو سيرفور ولا 3 سيرفور ايبرجي في الكلاود. داكور باغ اكزومبل هاد لي سيرفور فيهم دي زابليكاسيون ديال ديك لا سوسيتي، يقدروا يتكونيكتاو اوتوماتيكمون لواحد لو في سويتش كذلك عاوتاني فايرول، فايرول غادي لوان، وهنايا كاينه لا سوسيتي. لا سوسيتي مثلا كاينه في كازا باغ اكزومبل، وهاد الشيء راه في شي داتا سنتر في اليو اس اي. لا سوسيتي شي مكونيكتي على الانترنت، تقدر مثلا انت عندك فايرول هنا فيزيك في لا سوسيتي، يقدروا يطلبوا منك تطلع لينا في بي ان باغ اكزومبل ما بين لي دو ازا والناس اللي مورا لا سوسيتي، الناس اللي خدامين في اللان يعني الناس اللي كيخدموا بهاد لي زابليكاسيون يقدروا ياكسيديو سيكيورلي يعني بطريقه محميه لهاد لي ريسورس هادو اللي مورا هاد الفايرول في الكلاود، ويدوزوا على ان فايرول وكلشي مكريبتي هنايا وكلشي مزيان، وهاد الفايرول دايرك لا سيكوريتي من الانترنت اكسيتيرا. دونك هذا هو لو كان نقدروا نخدموا بان فايرول في الكلاود، وكاينين دو تخو كامي انا هذا هو ليكزامبل اللي جاني على بالي. داكور l'option SRIOV راه سوبورتي في لي سوبرفيزور، هاد l'option بلوتو هاد لا نوصيون كتعني سينجل روت انبوت اوتبوت فيرتواليزيشن. شنو كتعني هاد l'option هادي؟ كتعني هي انك تقدر تجيب مثلا اسمحوا لي يقدر مثلا يكون عندك ان سيرفور فيزيك داكور هو هذا، وتقدر تجيب واحد لا كارت بي سي اي، كارت ريزو بي سي اي كتكون دايره بحال هكا شي حاجه بحال هكا ما عرفتش نسمها. هاد لا كارت بي سي اي تيكونوا فيها دي زانترفاس هنا ريزو، كتلقى مثلا 1 جيجا 10 جيجا يعني داكشي الهاي سبيد. هاد لا كارت كتقدر ديرها في السيرفر، تركبها في السيرفر وتمابيها ديريكتومون للفي ام ديال الازا، وفاش كتاكتيفي لوبسيون سينجل روت انبوت اوتبوت فيرتواليزيشن كيولي هاد الازا يكونترولي هاد لا كارت ديريكتومون. يعني هنا كتستافد من الهاي سبيد ديال هاد لاكارت هادي، وكيولي الازا عنده 4 بور ديال 3 جيجا ولا 10 جيجا ولا جو سي با كوا، فهمتي؟ ما كيبقاش يدوز على دي بور فيرتويل فينيك يعني فيرتوال نيك، كيولي يدوز على دي بور فيزي يعني كيولي
كي كونترولي دي بور فيزيك بال بال بالاوبسيون سينجل روت انبوت اوت بوت فيجواليزيشن. وبهاد لاكارت هادي بي سي اي كارت بي سي اي يعني نتورك كارت بي سي اي. دخلوا جوجل كتبوا يعني نيك بي سي اي ان اي سي نتورك انترفيس كارد بي سي اي كتبوها في جوجل وغيطلعوا لكم واحد لي كارت. هذوك لي كارت هما على من كنهضر. دونك هاد لوبسيون هادي راه سوبورتي بالنسبه للازافي داكور. دونك ندوزو للنيكست سلايد و جيسبر ان هاد لا بارتي تكونوا فهمتوها وكنعاود نكررها. اللي عنده اي مشكل ما فهمش شي حاجه يقدر يكتب ليا كومونتير ونجاوبو عليه ان شاء الله في اقرب وقت داكور. ندوزو لا فيديو الجايه اللي هي على يعني موديل واحد اخر ديال ازا فاير وول تقدر تاو تخدم به اللي سميتو الازا اس ام اولا الادابتيف سيكيورتي ابلاينس سيرفيس موديول. شنو كيدير هاد الازا هذا؟ عندك ان سويتش فيدراتور 6500 ولا ان روتور فيدراتور 7600. هاد لي دو روتور هادو ها هما كاينين هنايا 6500 و 7600 دي روت ان روتور ولا ان سويتش فيدراتور. تقدر تمشي تشري الازا ك سيرفيس موديل. ها هو واحد لاكارت شيا هيا قدامكم. هاد لاكارت هادي كتمشي لداك لو سويتش ديالك وكتخوي واحد لسباس وكتركب ديك لاكارت وكيولي هذاك لو سويتش وسطو كاين فايروول. يعني الترافيك كامل اللي غادي يدوز على لو سويتش كيدوز على هاد لو فايروول هذا والترافيك كامل اللي كيدوز على لو روتور كيدوز على هاد لو فايروول هذا. هذا حتى هو ازا فايروول نفس لا كونفيغوراسيون اللي غادي تتعلم دير في ازا صغير هو عادي تقدر ديرها في هاد الازا اللي هو اس ام تقدر ديرها في الازا فيرتوال. نسى عليا الفاير باور دابا مي كنهضر على الازا داكوغ. هذا ما كيسيبورتاش ديزا الفاير باور وفيه لي فيتشر كاملين ديال الازا الاش ا فيه الاكتيف اكتيف هاي افيلابيليتي فيه المولتي كونتكست فيه الكلاسترينغ. هذا كيسيبورت كلشي سون بروبليم. حتى هو كيدير ليه المانجمنت فيا سي ال اي وفيا جوي اترافير الاي اس دي ام داكوغ. لي دو ايزيكيبمون لي كيسيبورتي هاد الازا هما هادو. عندنا هنايا لو سويتش سيسكو كاتاليست 6500 سيريز وعندنا هنايا لو روتور سيسكو 7600 سيريز. تقدر تجي مثلا هاد لا بارتي هادي ها هي تحيد هاد لاكارت هادي من هنايا ولا شي بلاصه خاويه تجبد هاد لاكارت تحيدها وتركب لاكارت الاخرى اللي وريتكم اللي هي هادي وتولي عندك لو روتور وسطو فايروول مزيانه. اولا كتجي لهذا كتحيد هاد لاكارت هادي اللي فيها هاد السويتش بورت تحيدها وتركب لاكارت ديال الروتور وتولي عندك يعني تركب لاكارت ديال الازا اس ام ويولي عندك لو سويتش فيدراتور ديالك فيه ان فايروول اوسي داكوغ. تقدر دير مثلا جوج ديال لي كارت وحده هنايا وحده في ان اوتر سويتش 6500 ودير بيناتهم لا هوت ديسپونيبيليتي. يقدروا يكونوا في نفس الشاسي ودير بيناتهم لا هوت ديسپونيبيليتي الا كنتي باغي دير يعني دو كارت داكوغ. سينو كنتي غادي كارت وحده راه كارت وحده اللي سوبورت. مي هادو هما لي دو شاسيس ولا لي دو بلاتفورم اللي كيسوبورتيو الازا سيرفيس موديول داكوغ. جيسبر ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم وجيسبر انها تكون فادتكم. ديما خلي حداك نوت فين تكتب هاد لي زانفورماسيون. تيليشارجي لي فيديو كاع خليهم عندك في بي سي ولا شي حاجه بحال هكا باش تعاود تطلع عليهم الا ما كنتيش كونيكتي للانترنيت. كنتي غادي في التران مسافر لكازا ولا غادي لوين سيف راكم عارفين تبقى مريح جبد الفيديو عاود طلع عليه ما فيها باس. كان عندكم شي سؤال خلو ليا في كومونتير. وكيف قلت لكم بالنسبه للناس اللي بغات تبع الجديد ديال لي فورماسيون تابونا في لاشين ودوز الفيسبوك حيت فيه كان بوبليي يعني دي كونتوني مزيانين ودي تروك ينفعوكم ان شاء الله. كان معكم حمزه الفجاج. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم اونكور اون فوا. بسلامه عليكم ونتلاقاو في لا فيديو الجايه.